أهلي وخلاص يعني رسميا الأمور حسمت وتوقع ماهر جنينة كان مظبوط. نشوف كده القندوسي في أول ظهور ليه. السلام عليكم. الحمد لله، كما تشوف اليوم مضيت في نادي الأهلي، وكانت كل الأمور على كانت تمت على العمل الجيد، وأشكر وفاق سطيف، وأشكر الأنصار، وأشكر زملائي وكل الطاقم الفني والإداري، وأشكر زملائي بزاف. وإن شاء الله ان شاء الله السنه يتحسن بزاف المستوى، وان شاء الله وفاق سطيف تحقق بطولات، باسكو هي من الفرق اللي كل عام تحصد بطولات. وانا نتمنى للفريق التوفيق، وهذا الفريق ما نساوش خيره اللي هو وصلني لهذه البلاصه، هو اللي طلعني وصلني المنتخب الوطني، وان شاء الله نتمنى له التوفيق في باقي المشوار.